Ana Boy. شواهد وديبلومات وعني في بلاد نبور، شنو نعمل شنو ندير غير اللي يجيب التيزير، وي خدام في ديور الناس شو مش طلع لي في الراس، انا ود بنتي نحيت الراس كان عندي وما كاين باس، ما كاين باس ودليلة بنت الاصل والمدينة حلو وعسل وعيدة سيدك الكل، انا وبنتي بحام الضل دليلة بنت الاصل والمهدي حلو وعسل ماما عيدة سيدات الكل، انا وبنتي بحام الضل. كما بوس يام يام كان شفت كان فيك وعايش بخير، كان رجل كان قرص وتقابل بغرير، كان وجد حلاوي واشكال العسل، هو ولحتاج اخوكم طباخ كبير. لا لا يا لطيف ما تمال بنادم، يا لطيف ما تمال بنادم ولا هكا مال ياك لاباس طاطا. تصوري الراجل واقف دوزيام بوزيسيون ومراته واقفه حتى هي وسدين الطريق وكيغوتوا وتلقاهم كما كيتلاقاو في الدار باش يدويو، هي خدامه الصباح وهو خدام في الليل، كيتصادفوها في الدخله والخرجه. وحنا مالنا؟ حنا نكونوا ضحايا ديالهم، سدين طريق وكيهزوا في يديهم ويتنفخوا. ودي هاد الجيل القديم وحلا مع راسو ومع الزمان. ايوا دابا نشوفوكم نتوما اش غديروا. اش شتك تبدلتي وليتي شاده الكتاب ومثبته ومحصنه؟ انا كنحماق على كتوبه، على ما بانش لك الفرق. ام يونغ ليدي ناو، شنو هو؟ جو سوي اون جون فام. اجي بنيت ياك ما كيفرقوا عليكم شي حاجه حدا المدارس. ولي يا طاطا انا راه تخطبت. تخطبتي؟ ها راه مازال ما قلتها حتى شي واحد، حيت يلا غنجيبو للدار يتعرف على بابا، وكنتي عارفه بابا كيفاش داير. شوفي الا لقيت الخطيب شدي فيه باليدين والرجلين وجيبيه هو وباه. مخبارك كيحماق عليا وفنان اون بلوس غزال. تبارك الله وانت غزاله. شكاين 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 فين فين ما كاينش عافيه ناري ياك باهي ياك لاباس ياك لاباس اش واقع؟ وكان زغرت مالي كان ولول هذا راه تولويل هذا راه صحنا انا اللي زاد يعجبو. ويلي بنتك مبروك بنتك غادي تخطب. كيفاش بنتي غادي تخطب وانت فرحانه؟ ماما اش من بلان هذا؟ علاش فرحانه؟ علاش ما حنا ما خصنا نفرح؟ ويه بقى مكلكجين علينا هنا اون دو موان. تاش من فرحه ولا ما فرحه؟ انا اللي خصني ندب على ماشي نفرح. واش كيفاش درتي تخطبتي؟ كيفاش درتي تخطبتي؟ تخطبتي بالفيسبوك طاقيني، تخطبتي بالواتساب بارطاجي معايا، انا باك كول معاك كنهضر معاك وبحال صديقك، قول لي شنو كاين اخر ما نعلم. سعيد اش من هاشتاغ واش من فيسبوك ولا واتساب؟ دابا هي غتكون يلا اون كونيسونس واكيد غتقولها لك، يا كنوايلك تي غتقولها لي. كنت غنقولها لك بابا ولكن خفت. واش الله يهديك الدريه باقا لاصقه في الارض، بابا ما عارفه والو، يمكن هذا من دوك شي واحد من دوك الشيبانيين اللي كيبقاو لاصقين في الليسيات وفي الكوليجات وفي لافاك كيقلبوا الدماغ ديال الدريات الصغار ويبقاو يدوروا لهم راسهم. عندك نو دادي سو سيريس وكاع هو الخاتم ديال اويلي اويلي وصل معاك الخاتم. راه شبهاني شبه طاطاها انا اللي ربيتها. انت مالك انت مالك اش دخلك؟ يا معلوم على ما فينا هي، انا اللي مقابلها دابا وكنوجهها. بلاتي بلاتي واش بعدا كاين على الخاتم ياك؟ وصلتوا على الخاتم؟ كاين شي حاجه اخرى؟ الخاتم الخاتم راني نشوف داك الخاتم راني نشوف داك الخاتم. الله غادي تهناو منها سعداتها، انا ما داها فيها حتى واحد. اولي وليتي غطيري. الخاتم ديال البلاستيك ها قلت لكم لعب الدراري هذا باقا كضرب بيا وقت على المونيكات استغلت من الجواز هذا كتلعب. شد خاتم بابا هذا غير خاتم سيمبوليك، وي لاف ايتش اذر سيمبوليك. نهيله شي با داكوغ، انا نجي منك وندافع عليك ولكن حتى لهذا الخاتم لا. الناس راه كتخطب بالذهب وبالديامون قالاه شد عليا على سيمبوليك. الله يهديكم تانتوما داكشي قديم، الحب هو كلشي. اشنو الحب؟ دويا بنت العريان قالك غير الحب. انا اليوم هادي 10 ايام ديال لا كافيه، اليوم انا بلاتي بلاتي السلطان حيد عليا ما تحبسونيش السلطان صافي.
ما تقشي بي اش نعمل ما تقشي بي علاش يكدبني واش معنى دادي عيطت ليا المهم انا سامحت لك حلال عليك راه هذا بابا وانا عارفاه على فكرت مزيان وكنت مع طاطاك دليلة وطاطاك عيدة وقنعوني ولاحظت أن بما أن الولد نيته مزيانة وبغي يقصد باب الدار وهذا فما ما كاينش مشكل يمكن يجي ويخطبوا عائلته يجي ويخطبوك ما كاين ويجي كاع اليوم ما كاينش مشكل أنت هو أحسن بابا في العالم يلا صافي صافي يلا صافي سيري ودي مع فتك يلا مشيش وحدك يا خسارة عمو سعيد ما صدقتيش كيفاش ما صدقتيش تخاطرت بك بعشرين درهم مع ديك بنتك في الاخر داتها ليا نوض 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 الى عندك شي تغلو تقدير نوض لا حول ولا قوة الا بالله ما تقشي بيا اش نعمل ما تقشي بي علاش يكذبني واش عبدو كاينه غبورات هادي يا ولدي فين هاد الغبور ياك لاباس ما صدقتيش عمو سعيد كيفاش هذه صباح الخير ولا بونجور ولا السلام عليكم ما صدقتش المهم اشنو انا جاي نتشاور معاكم ونتسامح معاك كاع ياك لاباس شي اختراع هذا غتشاور معايا فيه ولكن ما عرفتش واش نحرق راسي ولا نقش راسي او حتى لهالدرجه عمليه انتحار كاع ياك لاباس راه قال لك يا اسكي ادي الانتحار لا 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 انت هذه الحاله ديالك ما يؤس مناش اجي اجلس حدايا اجي اجلس اجي اجلس حدايا ونتفاهموا اجي قول لي شنو واقع انا راه بحال باك وكبرتي قدامي في الدرب قول لي يلا شويه عليك اشنو واقع يلا قول لي اش واقع انا معك انت عمو سعيد وعدتيني انك غادي تخطب لي نويله وتمشي تعاونتي واحد اخر شوف الا مت الدرب غيبقى معلق في الرقبه ديالك لا 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 عبدو 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 ما تبكيش ما تقلقش اولا انا باقي ما وافقت على حتى شي واحد باقي ما كاين والو هذه غير هضره لا مو سعيد اخباري كلشي انت يا وافقتي على كلشي وعاونتيها الله يهديك عبدو خاص تعرف بان دابا الزواج نتوما باقي صغار هادشي راه لعب الدراري هما باقي صغار وباقي المستقبل قدامكم خصكم بعدا تقراو راه الزواج راه ماشي لعب راه مسؤوليه واش انت عندك مسؤوليه مو سعيد انا راه كنبغيها وكنحماق عليها ودايره بحال اختي ولكن بغيت نتزوج بها بغيت نفهم خلطتي كلشي دابا بحال شي واحد بغى يعلم ولده اللوان قال لي وريني اللوان دا عند مول الخضره قال لي شتي مطيشه دابا راه حمراء وحيت خضراء راه صفراء هادشي اللي درتي لي دابا هي بحال اختك وباغي تجوج بها كي درتي لهاد القضيه هادي لا عمو سعيد حيت كنحشرمه وبنت الدرب داكشي علاش انا عارف انا عارف بانك تحترمها وبنت الدرب وداكشي علاش تيقفيك وتنخليك تمشي معاها وتجي معاها للمدرسه لان ولاد الدرب هما هادو هادو ولاد الشعب هادشي مش عزيز عليا ولكن ورا انت باقي ما عندك والو كي غادي انت تقدر تزوج بها مسؤوليه سعيد راني متفق معاك راه قلت لها صبري عليا بعدا تندخل حتى نتخرج بعدا تنتخرج مزيان ايوا مني دابا انت تبارك الله في لافاك درتي لافاك ولا شنو لا دافع السونتر 3 سنين باش نتخرج 3 سنين ولا السونتر كله ولا 3 سنين لا هي باقا لي غير 3 سنين لا عمو سعيد ماشي هكا دابا انا داخل السونتر ودير الكترونيك على قبيله واخا ما عنديش معاها وعلاش زعما درتي لي الكترونيك عمو سعيد لا خسر لها التليفون انا باش نصاوبو ليها خسر لها التليفون باش نصاوبو ليها على جواج ديال اليوم كيدير شوف 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 عبدو انت راك عزيز عليا وبحال ولدي وكبرتي قدامي وباك تنعرف امك تنعرفها تنعرف العائله كلها انا ما عنديش مشكل ان بنتي تزوج بواحد ما عندوش ولكن يكون راجل وكنت يخدم يكون عنده مستقبل وكنت يشوف القدام انا متفق معك غير هو خاص تعرف غادي نقول لك واحد السر بيني وبينك وما عندها بيني وبينك انا غير ما بغيتش نأزمها ودير لها خاطرها اما هو راه ما غيكون لا جواج لا والو انا غنخليها لك لانك انت راجل وتستحق صافي عمو سعيد تزوج عليا ان شاء الله اكون راجل وقرا يلا يتخرج ولكن تصوب لينا التليفونات كلنا صافي عمو سعيد نصوب الطوابل نصوب القزاد نصوب التلفاز نصوب ماشي صافي احنا اتفقنا يلا يلا وسير بحالاتك يلا وخليت لك هادو وخليهم لك لاش خليتي لي ربما تتنوت انتحر بحال هاد القضيه كتصدق بعد المره سير بحالك ديس في الدريبة بونجور ماما عايدة سير عطك الخمة مين جيتي تانت هيا
شفتي هاد الماركه الطيور على اشكالها تقع. انا زحام على بنتي، بنتي تبارك الله هضره خطاب، عرفتي كاين اللي باغي ينتحر، كاين اللي باغي يقش راسو، كاين اللي باغي يخلع راسو ليسانس، ماشي بحال كنتي من كيسول حتى واحد. اللي يحييك، شتي انا في ايامي كانوا كيطيحوا عليا الرواح، الرواح ديال الضو. بغيت تضربك 380 واط 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 عباد الله، فكري من امك. واش نتوما يا هاد الدار واش قيصريه؟ واش الغوات بالليل وبالنهار ما كتعرفوش تحاوروا، ما كتعرفوش تواصلوا، تهضروا بشويه، باقي شادين في الحلقه ديال نهيله والزواج. موضوع الساعه انت تناقشوا، انت تناقشوا لامك، عرفتي انا اللي مبرصني في هذا الشيء كله، وهذا الشباب ما عرفتش كيفاش كيفكر. واش دابا باقي الدريه باقي الله تخرج ما عنده والو وباغي يتزوج وباغي ما عرفتش بان الزواج راه مسؤوليه، الزواج راه محتاج بزاف ديال الحوايج. بالعكس خصك تفرح لهاد المساله، صافي ديك الشباب ولا واعي ولا مسؤول وكيفكر بايجابيه، يعني ما بغاش يبقى يدور في الزناغي، باغي المعقول، باغي الاستقرار. داكشي علاش المحكمه هكا كدير هكا طلاق على الجهد هكا هكا هكا. لا راه تزوج اليوم طلق اليوم، عرفتي علاش؟ حيت البلاد ما موفره اليوم والو، واش ملي كيتخرج ما كيلقاش خدمه، عرفتي شحال واحد مشومر ما عنده لا سكن لا والو، كي غادي يديروا تيعيشوا؟ غادي يبقاو عايشين في الفقر واحد شويه، الفقر ملي كيدخل من الباب الحب كينتحر من الشرجم. الشرجم الباب. ياك نتايا كتبغي الحوار وكتبغي التواصل، بنتك دابا هي ما خسرتي والو، قول ليها السيد يجي، ومنين يجي جلس هضر معاه. صافي 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 صافي، فرعتوني قبيله في الهي ودابا قبيله من الصباح وانت كتهضري جايه منها. انا لالا درت معاه الحوار دابا داكشي اللي قلتي وهضرت معاه ولا صيفطتها قلت لها كاع ولا بغاو يجيو اليوم يخطبوا ما عنديش مشكل. صافي وما خسرتي والو، منين غادي يجي جلس معاه، رجل لراجل بان لك فيه البلان تبارك الله، ما بانش لك راه لك هو وياه. دابا دويتي اوكي شلنا معاك فادي. يلا يلا استربيو، واش دابا حنا غادي نبقاو دابا فهاد التمارين غادي تبقاو فيهم خمسة سوايع؟ استربيو دغيا. انا بصراحه ما بقيت قادره على خدمه برا وفي الدار. خدمه؟ انا مخدمك، انا بغيتي تصيفطيني للحبس، انا كنخدم الاطفال. ولا المدرسه خدمه؟ مدرسه خدمه؟ واش المدرسه خدمه؟ انا متفق معاك، الانسان ما يقدرش يرتاح في هذه الحياه، ما يقدرش يرتاح في هذه الحياه. اللي سمعك يقول لك خدام على عائله، خصكم تعرفوا بان المدرسه مهمه، المدرسه هي اللي غادي تكونكم وغادي تمشيو بعيد وديروا الدبلومات ديالكم باش تقدروا يكون عندكم سلاح في الحياه. يلا قراو ابو سعيد. بغيت نسولك يمكن لي ناخذ هذا الحلوى. حط يدك على الحلوى نقطع عليك هذيك الحلوى وهذاك العصير وهذاك اتاي، خاص للناس الضياف اللي غادي يجيو باش يخطبوا اللي غيخطبوا نهيله. دادي اويلي درتو. اهلا هيا جات. صافا صباح ولا سيمو جا؟ شكون سيمو؟ مون فيونسي. جاو يلا سي سير سي سير يعيطي على طاطاك سير. اهلا انا عمو بخير اش خبارك لاباس؟ صافي صافي صدق مني صافي بزاف تبارك الله صافي لاباس بخير لله الله يبارك فيك الحمد لله بارك الله بارك الله سنوفا ميدو لاباس عليكم؟ كتعرفنا؟ لا الله يجيك انا عائله كتعاود ليا كل شيء الحاله المدنيه ديال عائلتكم عرفتي اش طاري فيها. تبارك الله تبارك الله فتحتنا. تبارك الله تبارك الله يا سلام. انا وقعت لي هذه القضيه هذه ملي كنت باغي نخطب اول مره. انا وقعت لي في التقاشر، لبست تقشيره بجهه وتقشيره انت بان لي دختي انت مع الحب والزربه السبرديله والصباط. شنو داي خرا انت اللي بنتي لي هذا يا خمر قديم وخشين راه لا مود هادي لا مود لا مود اش تعرف لهاد الشيء هذا راه 2020 تبارك الله تبارك وهذا الصباط هذا كله ديالك هذا صباط تبارك الله شحال كتلبس في رجليك؟ شنو نقول لك بلاتي شي شبر وربعة الصباع قول ما بين 46 و 47 تبارك الله سكن اقتصادي هذا ما بقى الصباط على اي مرحبا قول لي كتقرا مع نهيلة انت؟ لا لا اش بينا وين شي قرايه الله يجيك داك الشيء قديم لا لا انا عزيز عليا نقرا في مدرسة الحياة. برافو برافو عليك تبارك الله عليكم مثال تبارك الله مثال الدراري هما كانوا باغي يقراو من الصباح وانا كنعمر فيهم انت دابا جيتي خرجتي والله فرحانين تفضل اولي تفضل 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 مرحبا تفضل تفضل جلس تما جلس تما ارتاح مع راساتك ارتاح مع راساتك ارتاح ايه لا احنا عزيزه عندنا القادات ديال الشهاده كنبغيو ديما نشوفوها تبارك الله عليك مرحبا 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 ولدي مرحبا بك الله يبارك فيك مرحبا بك مرحبا اهلا اهلا سيدي اهلا طاطا اهلا صفا لاباس عليك اهلا اهلا
اهلا اهلا مرحبا. جلس يا ولدي. الله يبارك فيك. الله تبارك الله. شتو تبارك هذا هو فين حطيتوني؟ هذا عندو جوج صبابط ما كيدخلوش للدار، كيخليهم مع الكارديان عاد كيطلع للدار. وهذاك السروال مالك تلاح عليك شي كلب؟ لا لا مود، هذه كاطاطا لا مود. طيب لا لا مود. تبارك الله. جا بوحدو. شتك جيتي غير بوحدك، فين باك امك؟ لا دابا كي شفتي ماما وبابا مطلقين وكل واحد عايش في كل ما كنبغيش نبرزطهم في مشاكلي انايا امور. عندك يكون عندهم طلاق وراثي؟ الله اعلم. انا هادشي اللي داير عليهم قبيله حنايا. حلوه. نجيب ماشي واحد زعما خالك عمك خالتك عمتك شداك باك كان يجي معاك غير باك؟ ما ديما ندير به هادشي بيني وبينكم لا فامي انا غادي نولي عضو من العائله. اش بغيت ندير بابا الله يهديك؟ ما البا هو اللي بغى يبرز بلاصتي نهار العرس. ومني غتصرفوا؟ ايوا نهيله عندها باباها وانا غادي يصرف عليها باباها وباباها يقدر يصرف عليا وانا مره يصرف عليا حتى انا بابا وغادي الحياه. لا 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 الحوار والتواصل السيد ما عندوش الصرف. الحوار والتواصل واخا سولي على السكنه. واش يا وليدي فين غتسكنها؟ مرتي عندها بيتها في دارها. لاش غادينا حنا انا من النهار الاول تيموت المش عندها بيتها في دارها لاش بغينا نصرفوا؟ غادي تجلس في بيتها في دارها ومره مره الا طلقني الحال نبدا نجي نزورها. لا 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 سعيد غتخلي عليا. سعيد غادي تخليه ليا دابا صافي. دارها اللي هي داري بيتها في دارها اللي هي داري غادي تخليه ليا دابا لكن على حسابي. سال الفيلم سال الحلقه طلع الجينيريك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.